هذا جهاز طبي هدفه يحافظ على حياة هذا المريض اللي راح على الحمام قبل شوي. الجهاز هذا بيشتغل على الكهرباء، وهي الكهرباء لازم تكون شغالة على طول حتى يضل المريض اللي لساته بالحمام على قيد الحياة. هذا المريض أجى على الحياة زمان، بس ما كان مريض، وهو انولد بهاي البلدة. البلدة اتطورت كتير وصار فيها شغلات كتير، مثلا سور، عمود كهرباء، وسلوك كهرباء. بس المسؤولين عن البلدة قطعوا الكهرباء، لهيك بطل في بالبلدة كهرباء، وهذا خلى الناس الفهمانين بالبلدة يعملوا احتجاج. بعد الاحتجاج كانت النتيجة واضحة وضوح الشمس، ومن نتائج هاي النتيجة إنه المريض هاي الحالة طبعا عملت ثورة كبيرة، وإحنا أكيد ما قبلنا نسكت، لهيك جبنا بطاريات وجهاز بيشتغل على البطاريات، وجبنا كمان مريض جديد. ألو، سمعت إنك خطبت؟ صحيح، يلا مبارك. أي يبارك فيك. ووقتيش بدنا نفرح فيك؟ قبل يومين فزت بجائزة نوبل للطب. جد؟ هاي أنا بالاستوديو بدي أعمل مقابلة. حلو. طب احكي لي، وقتيش بدنا نفرح فيك؟ مشاهدينا الأعزاء، بنتمنى تكملوا آخر فقرتين ببرنامجنا بلدنا يا بلدنا مع زميلنا أبو عرب، فقرة الأخبار اللي بيحكي فيها الأخبار اليومية، فقرة الأمنيات اللي بتلقى أمنيات الجمهور العزيز اللي حابب يحققها. ياريت تضلوا معنا أبو عرب. شكرا زميلي، وشكرا لكم مشاهدينا إنكم ضليتوا معنا لفقرة الأخبار وفقرة الأمنيات. نبدأ بفقرة الأخبار، والخبر الأول هو خبر رياضي. فوز منتخبنا الوطني بالبطولة الحالية المقامة بدولة شقيقة. نمو الاقتصاد الوطني بنسبة 67% بالعام الماضي. وبسياق نفسه، سياق الاقتصادي، عدم وجود بطالة لهذا العام، وهو العام الثالث على التوالي في وطننا. وفي سياق متصل، عدم وجود أي شاغر وظيفي، يعني كل الخريجين لاقين وظيفة بشهاداتهم العلمية. وفي خبر أخير، دولتنا هي الأولى سياحيا في الإقليم العربي. آسف جدا، كان هاي فقرة الأمنيات مش الأخبار، بنعتذر على الخلل. ألو، صحيح، مكتبة عبد الله. مين؟ شو؟ لا لا، ما صارش هذا الكلام أبدا يا عمي، لا ما صارش هيك. لا، ممكن اللي وصل لك الخبر وصله بطريقة مغلوطة شوي، أكيد صورة غلط. خليني أشرح لك اللي صار. يسلم. اللي صار إنه أنا بعمل جرد للكتب، لهلقيت مش مخلصهم، فاتت صبية فبتقول لي احكي لي اشي، رشح لي اشي، وهيك قلت لها الاسود يليق بك. فهي بتغزل، لا ما بتغزلش، في اسم الكتاب هيك بالصدفة هي لابسة اسود، ما قصديش اتغزل فيها اصلا، ولا بحياتي راح افكر اني اتغزل فيها. لا مش انه مش حلوة او ما تغزل، لا مش من اخلاقيات المهنة عنا انه نتغزل باي بنت بتجي عنا، لا حتى لو شاب برضه بنتغزلش فيه، تقلقش يا عم. بالضبط،
هي عصبت وزعلت هيك، فانا قلت لها لا تحزن. ف ليش قلت لها لا تحزن؟ مش لا تحزن، لا مش شايفها شاب يا عمي. قلت لها لا تحزن، اسم الكتاب هيك. ليش يا عم؟ تقاتلنيش انا، روح قاتل الكاتب، قاتل الشيخ القرني، متقاتلنيش انا يا عمي. يا عم تقاتلنيش انا، تقاتلنيش بالضبط. بعدين انا قلت لها خلص اهدي. هي برضه عصبت وحكت لي يعني دير بالك انا قويها. بعدين هي سكتت شوي. صراحة انا بيني وبينك، بينك يعني اسف، ارتحت شوي. لو بعدين طلعت في حكت لي انا قوية، قلت لها اكيد ما فيش شك في هذا الكلام. بقى يعني لا، قلت لها هيك عن حسن نية اكيد. فهي بتقول لي فيش عندك هيك قصص عن نسوان قويات؟ قلت لها مالكش غير ام سعد، ما بعرفش انه انتي ام سعد اصلا يا عمتي، انا كنت افكرك زلمة قبل شوي. فهي يعني عصبت وبدها تحتج وهيك، وحكت لها والله هاي رواية، لكن انا فين يعني، انا بدون مؤاخذة لا بعرفك ولا بعرف امك بالضبط. اكيد ما حصل ليش الشرف. لا ما الله يعينك ابو سعد، مش هاي النية بالضبط. قلت لها لانه كتاب بيمثل النضال بشكل رائع اكيد. لا هي لا ما هي حكت لي هيك، حكت لي يعني تتمسخرش، اكيد بتمسخرش. حكت لي بعدين انا يعني شاطرة بالسخرية. قلت لها اذا هيك في اشي مناسب الك كتير، مزرعة الحيوان. حكت لي نعم، مفكرني كلبة ولا؟ قلت لها كتاب ساخر لجورج اورويل، اقرأيه حلو. حكت لي بديش، بحسسني اني ابصر شو. قلت لها نبعد عن بعدنا عن مزرعة الحيوان. حكت لها في عندي اشي منيح لك. حكت لي احكي اشي بس تفكرنيش هبلة، انا مش بنت امبارح. قلت لها 1984. حكت لي شو كبرني 15 سنة ووقتها شي تحزر ميلاد. قلت لها اسم الكتاب هيك لنفس الكاتب، ماليش احزر، انا مش جاي اناسبك اقول لك انت اساسا مولودة. لا بعرفش خطاب يا خالتي يا عمتي. قلت هي احتجت زي ما انتي هلقيتي معصبة، اكيد سوء تفاهم بصير كل الدول بعتقد. قلت لها هذا كتاب، حكت لي خلاص هذا كتاب بحسسني اني كبيرة، احكي لي اشي غير. قلت لها جربي 100 عين من العزلة. حكت لي نعم، شو انا احكي لها شو جرب شو لا؟ ما لا مش حكي لها تروح تجرب تعيش لحالها 100 سنة اذا عاشت. قلت لها جربي يعني بين قوسين كتاب 100 عين من العزلة. لا ماركيز هذا، هيك اسمه ماركيز، اسم مش عارف. ما هو مترجم للعربي يا خالتي، يعني هو اسباني ترجموه لعربي. عادي طبيعي بتصير. فقلت لها هيك عصبت، حكت لي لا ما بديش. صراحة انا بعد يعني هذا الوقت قلت شكله انا مش فاهم مخها، فطلعت على زميلتي يعني ممكن بنت بتفهم قصدها. هو زميلتي طلعت على حضرة بنتك هيك بأول سنة، طلعت حكت لها سارقة الكتب. لا هي بنتك مش سراقة يا خي، مش سراقة، اللي صار اسم كتاب. بنتك عصبت وبعرف شو ضربتني حتى مدعدرة شوي هي. لا بديش ارفع قضية، لا لا ابدا. لا اتصالحنا، اتصالحنا الحمد لله كل شيء تمام. اتصالحنا وحتى اشتريت كتاب كمان. اشتريته ودفعت حقه. كتاب اشتريت، أمنيتي أن أقتل رجلا. بس شغلة واحدة بالآخر الفيديو أو بعد الفيديو، إنه يا ريت تفهموش إنه عشان البنت اتصلت إنه واحد إنه لا سمح الله بتمسخر على الإناث. لا بالعكس، معروف الإناث بالقراءة والكتابة ممكن أفضل منا بمراحل كمان، هي مجرد صدفة. فيا ريت يعني تعذرونا لهذا. خليني احكي المصادفة، الممكن البعض يزعل منها، فيا ريت تقبلوا الاعتذار. السلام عليكم. انت دمرت حياتي، دمرت كل اشي بحبه، عشان هيك راح تدفع الثمن غالي. قديش الثمن يعني؟ تعال خاص.
بما انه احنا بالطوارئ بنستنى حدا يجي يشوف الحالة الطارئة، معناها انه معانا وقت نجيب سيرة الناس. هذا امير، مش انه امير ابن ملك يعني، لا، هو نجار بسيط مجرد من اي منصب. امير قبل ما يصير نجار كان نفسه يكون لاعب كرة سلة، بس عشانه قصير كتير ما قدر يحقق حلمه هذا. بعديها حاول يصير مغني قبل ما يكتشف انه ما اله صوت، وكمان ما كان يطوق المايك، ولهيك هذا الحلم كمان فشل. لهيك حاول أمير يركز أكتر على المسار الأكاديمي، بس للأسف عشانه قصير كتير ما كان يصل اللوح، وهذا خلاه يرسب بالمدرسة رغم إنه شاطر باللغات وخاصة الشعر. أمير كتب ديوان شعر وقدمه للنشر، بس قصائده ما أعجبت بعض الناس، ولهيك الرد أجاب رسالة مكتوب فيها: بعد هاي الرسالة أمير خاف وفعلا بطل بدأ ينشر قصائده، وبطل كمان ينشر الغسيل برا، والأسوأ بطل ينشر الخشب كمان، وهيك أمير فلس وبطل قادر يدفع الضرائب. لما تراكمت عليه الضرائب أجي يلقوا القبض عليه، صاروا يدوروا يمين شمال فوق يمين يمين، بس ما قدروا يلاقوه لأنه أمير وناس زيه كتير مكانهم هو تحت. مرحبا، مين معي؟ دكتور، دكتور، بدي مساعدتك. حاليا أنا برا البلد، بس تفضل، كيف ممكن أساعدك؟ وضعي صعب كتير يا دكتور. احكي لي شو الأعراض مثلا؟ قاعد بختفي. يعني بتفقد وزن، ممكن حمية صحية بتفيدك. لا يا دكتور، مش وزن، بختفي بختفي زي المنخل. اوه، يعني بشوف شو وراك زي الإزاز مثلا. يا دكتور ساعدني، كل شوي بختفي بزيادة. اتخافش كتير، على الأقل صوتك معك. ألو ألو ألو، المريض صار عربي. ننتقل الآن إلى مراسلنا في إسبانيا، زميلي أمير، كيف ترى أداء الحكومة إلى الآن؟ نعم زميلي، أداء الحكومة متفاوت، إذ كان مطلع العام ممتاز جدا لكنه تراجع بشكل كبير في الآونة الأخيرة. وهل ترى هذا التراجع سببا كافيا للاحتجاج ضد الحكومة؟ البعض يرى ذلك فعلا زميلي. وهل يوجد فرصة للحكومة لتحسين الصورة العامة أمام الجماهير؟ بالتأكيد بالتأكيد، مثلا الفوز بالدوري المحلي وتسجيل عدد أكبر من الأهداف كفيل بذلك. زميلي زميلي زميلي، الحكومة الإسبانية. بعرفش، فكرتك بتسأل عن بنزيما. عبد الله للنشر والتوزيع. صحيح، بننشر. لا لا، بننشرش غسيل، لا ولا خشب، كتب، بننشر كتب. صحيح، الشعر بدنا عدة كتب. يعني بدك تنشر ديوان؟ لا لا، لو نشرت ديوان ما بتصيرش تبع دواوينا ودوانجي لا سمح الله. بننشر أكيد، بس الشرط إنه يكون موزون. كاتب إشي موزون؟ أكلت كيلو كنافة ثم شربت عصير جوافة، مش موزون.
ولا يعد شعر. لا أستاذ، أنت هيك أنت وزنت الكنافة مش الكلام. معنى إنك وزنت الكنافة مش معنى إنه صار شعر. إذا كيلو معناه إنه صار إنك مفجوع صراحة. حكولك إنك موهوب زي شكسبير. كبير يا عمري كبير، أنا زي شكسبير أبدا ما كانت مطلع قصيدة صدقني، عن سنين خبرة بالمجال. حكولك إنك كمان بالروايات شاطر، وفي زي مين بتكتب روايات زي شكسبير برضه، بس روايات شكسبير بكتبش روايات يا أستاذ بالأساس. بتحب المجال؟ ممكن تلاقي مجال بعيد غير هيك خواط. لا أنا كان قصدي مش إنك تبعد عن الشعر والروايات، كان قصدي تبعد عن الأدب كله. حاول تشارك مسابقات أكل خاصة كنافة، ممكن تفوز لك صراحة، فرصة كبيرة تفوز إذا ما صابكش سكري. ممكن لا لا صدقني مش أستاذ. أنت قديش عمرك؟ وشو اسمك؟ شو اسم أبوك؟ أشرف الأشرف اللي هو سيادة محافظ المدينة. قل لي يا شاعرنا، يعني أنت مش مفكر بعنوان للديوان الجديد ولا كيف؟ إذا أنت من الناس اللي بيكرهوا الواسطة، حط سبسكرايب وصلني ل 400 مشترك، 405، نصل لل400. والسلام عليكم. هذا حارس مرمى سابق، وهو مشهور بردات فعله الممتازة. لما اعتزل حاول يشتغل محلل رياضي، بس تذكر انه عايش ببلد 3 مليون محلل رياضي، لهيك حاول يدور على اشي غير. فعلا خطر على باله شغلة بيقدر يستغل فيها ردات فعله، وهاي الشغلة هي انه يعمل فيديوهات ردات فعل على اليوتيوب. وهذا الفيديو كان اول فيديو بده يعمل له ردات فعل. بعد تفكير اكتشف الحارس سبب الغلط، وكان السبب هو انه تذكر انه استاذ العلوم مرة قال بالصف: يا له من حظ رائع أن تولد ببلد عربي. الأستاذ عبد الله أبو سنينة، صحيح معي، معك شوفير مبطل من التوجيهي، وحابب ترجع تدرس يعني تكمل؟ لا شو أرجع بحكي لك، شوفير باخذ 4000 بالشهر. طب كيف بقدر أساعدك؟ حملت سيارتك لأنها صافي في مكان مخالف قدام المحكمة، تعال خدها. ممكن مخربط بالأسم، ما عنديش سيارة أنا. بلا، تحققنا 100% من ملكيتها وهي إلك، تعال خدها. بس في مخالفة، 3000 لازم تدفعهم. 3000 راتب شهر؟ لا راتب 3 أسابيع بس. بحكي عن راتبي أنا. طب تعال بسرعة، لأنه خلال نص ساعة بالضبط إذا ما جيتش راح تتصادر السيارة، وراح تضطر تدفع المخالفة كمان. تستغربش، هذا القانون. مش عارف شو أحكي لك، بس أنت مخربط، أنا ما عنديش سيارة. السلام عليكم. الو، مرحبا، معي حضرة الأستاذ عبد الله أبو سنينة. صحيح، مين معي؟ معك موظف من البنك، حاولنا نصلك قبل ساعة بس للأسف ما قدرنا. المهم حابين نحكي لك إنك ربحت معنا سيارة، وفوق كل هذا ريحناك من أمور تسجيل الملكية، هيها باسمك، وصفيناها كمان قبل ساعتين قدام المحكمة، تقدر تروح تاخدها من غاد، وألف ألف مبارك.
الو الو، مرحبا. هلا هلا، وين يا اخي؟ سمعت انك كتبت كتاب، صحيح؟ صحيح صحيح. يلا مبروك مبروك. قل لي من اي عيلة اخذت؟ هذا كوكب بالفضاء، تقريبا فيش فيه قوانين إلا قانون واحد صارم جدا، وهو إعدام اللي بيكذب. وهذا الإشي خلاه مقصد للي بدهم لجوء سياسي. وبيوم من الأيام وصل ثلاثة للكوكب ليلجأوا إله: كمبيوتر ديل القديم، إنسان، ومواطن عربي. الفضائيين قرروا يسألوا بس سؤال واحد لكل واحد من الثلاثة ليقرروا يقبلوهم ولا لا. السؤال هو كان: شو رأيك ببلدك الأصلي؟ لما سألوا لللابتوب ما قدر يجاوب لأنه كمبيوتر قديم وما عنده قدرة النطق، ولهذا السبب اعتبروه أخرس وقبلوه بكوكبهم. سألوا الإنسان فجاوبهم: يعني فيها حسنات وفيها سيئات. فالفضائيين وافقوا عليه كمان. ولما سألوا العربي جاوبهم: بلدي بلد الشجعان، فيها الجبال والوديان، فيها الماء العذب والشجر والعشب والمعادن الثمينة والأبقار السمينة، فيها ما لذ وطاب، وكل سكانها أحباب. زعيم الفضائيين انبهر من الحكي وحكى لمعاونيه: وهاي معناها بلغتنا: عارفين يا شباب انه كوكبنا ناقصه مصادر، وهذا الزلمه بيحكي شغلات عن بلده ممكن تفيدنا، فبرايي نروح نحاول نحتل وطنه عشان نسرق الموارد. اجوا الفضائيين على موطن الزلمه ولقوه متدمر، وهيك قرر زعيم الفضائيين يطبق حكم الاعدام على الزلمه لانه كذب. بس بعديها اجت له فكره شريره جدا وقال للزلمه: كنت بدي اعدمك، بس لانه كذبتك كبيره كتير قررنا نزيد عقوبتك. عقوبتك هي إنك تضل هون بوطنك. تعرف من سيربح المليون؟ لا، مستحيل ما بتعرفه. جد بحكي، بعرفش حدا مليونير، ولا واحد من معارفي راح يصير مليونير، كلنا مفلسين. واضح بتحب تتخوت. المهم روح أسألك 15 سؤال بس. السؤال الأول: تعرف ليش انت هون؟ التاني. شو؟ التاني، هذا السؤال التاني. سألتني إذا بعرف مين راح ياخد المليون أول. لا خويت. طب حط عينك بعيني وجاوب يلا. قلت لك بعرفش حدا مليونير يا سيدي. على السؤال التاني. مش قلت لك إنه كان السؤال التاني؟ بعرف. وقف وقف. السؤال التالت. كيف التالت؟ سألتني شو كمان، وهلقيت صار أربعة. تعرف تعد؟ هذا سؤال ولا تصريح؟ من منظرك مبين إنك بتتغابى. المهم تعرف ليش أنت هون؟ تحقيق. تحقيق شو طيب؟ واضحة وضوح الشمس يا سيدي، تحقيق العدالة. بس الدنيا شتا والشمس مش مبينة. ما كنتش منتبه، عشان مش لابس إشي فكرتها صيف، اعذرني. طيب انتبه لكلامك على الأقل. شو بتشتغل؟ بشتغلش، قاعد. شو كنت تشتغل؟ مسرح. ممثل يعني؟ لا، شغلي ورا الكواليس. مخرج يعني؟ لا يا سيدي، مصمم أزياء. وليش بطلت؟ بطل في حاجة أصمم أزياء، الممثلين بطلوا يلبسوا. صاروا يمثلوا إباحة يعني؟ لا يا سيدي، بس كانوا مفلسين، معهمش حق الأواعي. يعني وقفوا شغل؟ لا، بيشتغلوا على برنامج مسابقات، جائزته كبيرة جدا بالنسبة لأي واحد من الشعب. حلو كتير، بحب برامج المسابقات بس ما عمري سمعت عنه. ما هو ما كملوا، ما لقوا حدا يرعوه. خسارة إنه الجائزة راحت على رابح محظوظ. طب شو كانوا ناويين يسموه؟ كانوا ناويين يا سيدي يسموه من سيربح الكلسون.
بدري برين برين بتردش، بدي اغلبك بلك بكره جيب لي بلين. بتعرف بحب انام بعد السباحه، بس هيني بشتغل على اللابتوب، بس بيني وبينك بدني بده تظبيط. بعدين بترتاح. بتقدر بكره تبعت لي 4 بلالين كبار قبل الـ7؟ 4 بأي مناسبة؟ قريب النائب برلمان ربح بقيم من البنك. مبروك، بس بنك ربوي. ربحها باليا نصيب من البنك، نصيبه بجنن. بسيطة، بكتب له على البلالين مبارك البي ام. بس على بالون، بدي كمان بالون بمناسبة قبول ابني بالكلية. بس ابنك رسب امتحان القبول. بتنقط براءة، وبدي كمان بالون اغلبك بمناسبة انتخابي نائب للبلدية. مبارك، منصب كبير وصعب. والبالون الرابع؟ البالون الرابع يا صاحبي بدي ابعته لابو نسب بمناسبة ربحه المتوقع بالانتخابات المبكرة لمنصب مسؤول البيئة بالبلدية. بكرة قبل الـ7 بتقدر تبعتهم وتطبعهم. بعملهم بدهمش غلبة كبيرة يعني، بس بقدرش أظبطهم بسرعة على اللابتوب لأنها بتقطع وبتضلها تيجي وتروح. أنا ابنها شو اللي بيقطع بيجي وبروح؟ الكهرباء. نشوف شو في على هالتلفزيون. مش كل اللعيبة جاهزين للزواج، وهذا أدى إلى أزمة في مشاعر الشعب تجاه الطرف الآخر اللي كان مستعد يقدم كل إشي عشان نكون مع بعض. لنكذب كثيرا ونخون بعضنا، لأن غالبيتنا لم ينتبه للخسارة الكبرى التي من الصعب أن تتعوض بعد هاي المباراة. الرومانسية بيني وبينك، لأنه ما في إلنا خيار آخر سوى الاستسلام، والذي سيؤدي إلى المزيد من الخسائر بسبب ضعف الدفاع والحارس كان نايم بحلم فيك وفينا. على هامان يا فرعون، هذا الزمان قتل فرصنا بالفوز بالدوري. بس احكي لي شو بدك بهالهم كله اللي يسير من سيء إلى أسوأ. والسلام عليكم. هاي الكرة الأرضية، في ناس بيحكوا عنها مسطحة، بس بهذا الفيديو اخترنا تكون مدويرة. هون قرية مشهورة بعدة شغلات، أو كانت مشهورة بعدة شغلات. 1 الشجر، 2 السماء الزرقاء، 3 ينابيع المي. بس آخر فترة الينابيع جفت شوي شوي، وبعد ما نشفت تماما السماء ظلت زرقاء بس الشجر اختفى، وهذا خلى الوضع الاقتصادي بالقرية سيء جدا. ولحل أزمة جفاف الينابيع اجتمع زعماء القرية بغرفة سرية. بعد الاجتماع طلعوا بعدة قرارات، أهمها 1 الاتفاق على وجود مؤامرة ضد القرية، 2 التأكيد على وجود مؤامرة ضد القرية، 3 انتخاب شيخ القبيلة للمرة 27، 4 إلقاء اللوم على الرجل الخفي. الرجل الخفي ما كان له أي ردة فعل تجاه الوضع السائد، بس بعض أهل القرية كان لهم. شيخ القبيلة كان له رد لهذا الرد. بس مع عدم اعتبار شبكات التواصل الاجتماعي مصدر موثوق، قررنا نسمع إذاعة الراديو الرسمية للقرية لنعرف مين المسؤول. لو سمحت، احنا من إذاعة الراديو الرسمية للقرية، وبنعطي جوائز للي بجاوب على هذا السؤال صح. برأيك مين مسؤول عن جفاف الينابيع بالقرية؟ أكيد الرجل الخفي. مبارك الجائزة، بس كيف عرفت؟ شفته بعيني.